السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، موضوع دائما يشغل بال الآباء والأمهات. يا ترى ما هو هذا الموضوع الذي يشغل بال الآباء والأمهات كل يوم؟ لابد أن يفكر الأب والأم في هذا الموضوع. من غير المعقول ومن غير المنطقي أن يمر يوم إلا وكل أب وأم يفكر في هذا الموضوع. إنه موضوع الثواب والعقاب في تربية الأبناء، الثواب والعقاب في تربية الأبناء. واعتمدت في الموضوع ده على الدكتور الراحل والتربوي يحيى الأحمدي، عميد كلية التربية في جامعة المنيا في جمهورية مصر العربية، وصاحب برنامج مشهور ومهم جدا في قنوات التلفزيون لعدة سنوات. استفدت منه كتير، استفدت منه الكثير والكثير في موضوع الثواب والعقاب في تربية الأبناء. وإليكم التفاصيل. لابد أن يكون العقاب على قدر الفعل، لأن الأب لو قام بعقاب شديد والفعل اللي كان ارتكبه الولد فعل بسيط، سيفقد العقاب القيمة. ونجد ان النفس البشرية تميل الى الثواب اكتر من العقاب، فان الثواب هو الذي يقوم بتعديل السلوك وليس العقاب الذي يقوم بتعديل السلوك. وهناك نظرية نفسية مهمة قام بها عالم النفس ثورن دايك، وهو عالم من علماء النفس الغربيين في العصر الحديث. ثورن دايك أتى بمجموعة من الطيور الصغيرة، يعني الكتاكيت، تمام؟ وجعل في منطقتين الكتاكيت يمشوا فيها، منطقة مظلمة ومنطقة مضيئة فيها مصابيح، تمام؟ وترك الكتاكيت تمشي. فهناك مجموعة من الكتاكيت ذهبت إلى الضوء، المنطقة اللي فيها إضاءة، والكتاكيت الأخرى ذهبت إلى المنطقة المظلمة. فعالم النفس ثورن دايك قام بوضع علامات، يعني نقطة حمراء أو نقطة زرقاء أو نقطة خضراء، لونهم بلون معين عشان لكي يعرف الكتاكيت التي ذهبت إلى الضوء وليعرف الكتاكيت التي ذهبت إلى الظلام، تمام؟ وبعد عدة أيام أعاد التجربة مرة أخرى، جعل الكتاكيت يعني تتحرك، وفي منها ذهب إلى الضوء ومنها ذهب إلى الإيه؟ الظلام. فوجد التالي، مهم جدا الكلام الذي سأقوله الآن نتيجة التجربة. الكتاكيت التي ذهبت إلى الضوء في المرة الأولى ذهبت إلى الضوء مرة أخرى في المرة الثانية. يعني إيه؟ يعني الضوء ده نقدر نقول عليه المكافأة والشيء الجميل والشيء مش العقاب. الضوء هو المكافأة، فنجد أن الإنسان بيحب المكافأة ويحب تكرار المكافأة. فلذلك أن الكتاكيت ذهبت مرة أخرى إلى الضوء وستذهب مرة ثالثة ورابعة، لكن الكتاكيت التي ذهبت إلى الظلمة في المرة الأولى نجدها ان هي ذهبت الى الضوء مرة في المرة الثانية،
لم تعد إلى الظلمة، فالإنسان لا يحب الظلمة، الظلمة يعني العقاب. فلذلك خلاصة النظرية أيها الأب، الثواب مفيد لتربية وتعديل سلوك الأولاد، ولكن العقاب لا يفيد. ويقول الدكتور يحيى الأحمدي كلام مهم جدا، يقول إن والده كان يضع عصا في مكان ما، وكانت هناك عدة أنواع من العصا، وكان يقول إذا قمنا بارتكاب الأخطاء فكان الوالد يقول اذهب واحضر لي العصا الفلانية. فيقول إن كان كمية الرعب والخوف كبيرة جدا وأنا ذاهب لكي أحضر العصا، تمام؟ وبعد ما أحضر العصا إلى الوالد يقول لي الوالد ويقوم بعتابي عتاب شديد على الأخطاء التي فعلتها، وفي النهاية سيقول سأعاقبك المرة القادمة ولكن سأسامحك. فيقول العقاب هنا لا يشترط ان احنا نستخدم العصا ونضرب ضرب، ممكن تكون العصا وسيلة للتهديد، ولكن الافضل الثواب المكافأة. كافئ ابنك، قل له كلام، امدحه، امدح تصرفه، اهتم بالجوانب الايجابية التي يفعلها، ولا تكثر من قول ان ابني غير مجتهد، ابني يخطئ، ابني يفعل كذا، ابني صوته عالي. لا، اذكر ايجابياته، واذكر ايجابياته امام الناس، يعني كبر ابنك امام الناس، لا تستهين بابنك امام الناس. فالمكافأة مفيدة جدا، المكافأة مهمة في التربية. الإنسان لا يحب العقاب. وأيضا يقول الدكتور يحيى الأحمدي، لو قمت بمعاقبة ابنك وقمت بحبسه في غرفة مظلمة سيخاف الابن في الأول، ولكن بعد كده سيعتاد. وهناك أمراض نفسية وهو حب التعذيب، حب الإنسان يحب أن يعذب نفسه ويشعر باللذة عند التعذيب. فأنت عندما تكثر من العقاب وكل مرة تقوم بحبس ابنك في الغرفة المظلمة سيعتاد ابنك هذه الغرفة المظلمة، وسيشعر باللذة، ويشعر باللذة عندما يأتي الناس إلى والدك، مثلا الخالة العمة تجي إلى الوالد، لماذا قمت بتعذيب ابنك؟ ستجد نفسك تشعر باللذة في أن الناس تهتم به. ولا أخاف في نفس الوقت، يعني هو بقى ما بيخافش من الظلمة، من الظلام، وبيشعر باللذة لما نجد أن عمته تسأل عنه، والخالة تسأل وتقول للولد لماذا تعذب الولد، لماذا تقوم بحبسه، وهكذا. فلذلك الثواب أفضل بكثير من العقاب. وأبنائنا نعمة كبيرة، فلابد أن احنا نحافظ عليها. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.